لو فرضنا مثلا أن في مصر وحدها 80,000 معتقل، أي 80,000 أم صابرة ومحتسبة، أي ما لا يقل 3 أضعاف هذا الرقم من الأخوات والبنات صابرات ومحتسبات. سيبوكم المناظر اللي بتشوفوها على السوشيال ميديا، هؤلاء لا يمثلنا المجتمع العربي ولا المسلم، هؤلاء لا يمثلنا المصريات، هؤلاء لا يمثلنا العفة والكرامة. المجتمع أكثره وأغلبه مجتمع عفيف شريف في نسائه، لكن لا تأخذوا هذا المثل من ساقطات الشوارع وراقصاته التي يشترين بالمال ولكنهن يندبن حظهن في آخر الليل بما فعلن، إلا أنه تبقى أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا، سواء كان لديهن ابن معتقل أو زوج معتقل أو أب معتقل، صابرات ومحتسبات وقابضات على الجمر كما هو حال أهلنا في فلسطين. أسأل الله أن يجبر خاطر نسائنا أجمعين.